لموضوع تاني، مزارع الزيتون في سيناء تزينت بمشاهد مميزة لحصاد الزيتون، وأرض سيناء احنا زي ما احنا عارفين بتتميز بإنتاج أحسن وأفضل أنواع الزيتون على مساحات واسعة. كمان بترتبط الشجرة المباركة بسيناء كرمز للبركة والعطاء، وخصوصا أنها بتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الأهالي بشكل عام وتوزيعه على مستوى المحافظات وكمان التصدير للخارج. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون المهندس جمال دع، وكيل وزارة وكيل الزراعة بشمال سيناء. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير. يا أهلا بيك. عايزين نتكلم طبعا عن الزيتون والمساحات المنزرعة بالزيتون عندكم في المحافظة، وصلت قد إيه؟ هل في زيادة هذا الموسم عن الموسم السابق؟ والله الحمد لله، يعني احنا منذ بدء القيادة السياسية بعد الحمد لله بعد القضاء على الإرهاب بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل القيادة السياسية وأبنائنا من القوات المسلحة والشرطة المدنية وتضحيات أبناء سينا، الحمد لله في اتساع في مساحات الزيتون، وفي وضع الزيتون طبعا عندنا هو المحصول الاستراتيجي. احنا كان عندنا قبل الحرب على الإرهاب كان حوالي ما يقرب من 45,000 فدان زيتون، تأثرت طبعا هذه المساحة بفعل الحرب على الإرهاب، وكانت وصلت في 2018 ل 9,000 فدان، ولكن الحمد لله بننعم بالأمن والأمان دلوقتي وصلنا ل 21,000 فدان زيتون بفضل جهود الدولة والتنمية والمشروعات التنموية اللي أطلقتها الدولة في سيناء في منطقة رابعة ودير العبد منذ إنشاء سيد الرئيس محطة معالجة بحر البار، واستهداف مشروع زراعة 200,000 فدان في منطقة شرق القناة في المنطقة الموازية لشرق البحيرات وامتدادا إلى وسط سيناء. عندنا عدة مشاريع تنموية حصلت في وسط سيناء، تجمعات تنموية 11 تجمع في شمال وجنوب سيناء، منها 11 تجمع فقط في شمال سيناء. معظم المساحات 11,000 فدان في هذه التجمعات. يمكن مساحة الزيتون عندنا هو المحصول الاستراتيجي زي ما حضرتك تقدمت وتفضلت، فعلا هو محصول استراتيجي لأبناء سيناء هنا، وخاصة أن الأرض هنا خصبة لزراعة الزيتون في المحافظة. عندنا 21,000 فدان زيتون متوسط إنتاج من 2.5 ل 3 طن، يمكن 2.5 طن عشان خاطر التغيرات المناخية اللي حصلت وبعض التأثيرات اللي حصلت في ارتفاع درجة الحرارة. الحمد لله بننعم بالامن والامان، وفي اتساع لمساحات كبيره جدا من زراعه الزيتون في المحافظه بعد عوده الاهالي للشيخ زويد، وان شاء الله فرفح مشروع العنوان بتاع الفدان. طيب في اماكن بتتصدر زراعه اشجار الزيتون في سيناء وبتعتبر مراكز توزيع للكميات الكبيره، ايه هي الاماكن دي اللي موجوده في سيناء؟ حضرتك احنا عندنا في مركز العريش عندنا مساحات من الزيتون، عندنا في الشيخ زويد، عندنا في منطقه رابعه وبير العبد مساحات مزرعه، بس معظم المساحات تركز حاليا في الشيخ زويد وفي العريش. عظيم. طيب مديريه الزراعه بتعمل ايه عشان تخلي مزارعي الزيتون في كل انحاء المحافظه حاسين انهم عارفين يصرفوا حصتهم من السماد والمبيدات، عارفين يوصلوا الميه بشكل كويس، كل ده بتعمله ازاي؟ والله يا فندم يمكن الفترة اللي فاتت بس كان في بعض يمكن فترة الحرب على الإرهاب كانت دخول الأسماك كان بيصعب شوية، إنما الحمد لله يعني دلوقتي بدأنا يعني بنحاول دخول الأسمدة عن طريق إطلاق منظومة كارت الفلاح واللي أصدرها السيد المحافظ في شهر 5 اللي فات. منظومة كارت الفلاح هتساعد المزارعين هنا في شمال سيناء على حصولهم على حصتهم من الأسمدة بإذن الله إن شاء الله. طيب باشمهندس، من الحاجات المهمه والمتعارف عليها انه الزيتون عندكم في المحافظه مختلف تماما عن باقي محافظات الجمهوريه. زي ما كانت منى بتتكلم مع حضرتك، احنا ازاي شجعنا الناس اكتر لزراعه اكبر المساحات بالزيتون، ما ينعكس على بيعه كزيتون لوحده كده او حتى انه يدخل في صناعه زي ما احنا عارفين طبعا زيت الزيتون، يعني كلنا بنكون حريصين جدا على اننا نشتري زيت الزيتون من عندكم. يمكن يا فندم السنه دي يعني السنه دي كان اسعار الزيتون كانت مرتفعه شويه في المزارع كزيتون اخضر، وده بيرجع ليه يا فندم؟ ده بيرجع طبعا في توعيه وفي مبادره من السياده رئيس الجمهوريه، مبادره 100 مليون شجره تم ضخ 150,000 ل 200,000 شكل الزيتون خلال السنه اللي فاتت في مراكز المحافظة سواء في دير عبد أو في الشيخ زويد أو في العريس، وأمدادنا بها برضو التجمعات التنموية. زراعة الزيتون بقت منتشرة، ده تشجيع المزارعين على زراعة الزيتون، لأن الزيتون بيئة ملازمة أو بيئة ملائمة جدا للزراعة في شمال سيناء
نظرا لان الزيتون مرتبط بسينا سبحان الله، حتى في القران مرتبط الزيتون بسينا في القران، وطبيعه التربه سينا والاصناف اللي تجوز زراعتها هنا في سواء كانت اصناف للتخليل او اصناف للزيت، الحمد لله كلها بتجوز في شمال سينا. عظيم، كل الشكر ليك يا فندم المهندس جمال الدعوة، وكيل وزاره الزراعه بشمال سينا، بنشكر حضرتك.